السلام عليكم. انا تنشكر هذا المنبر احاطه بو ام ا اللي استضافتني في هذا الانترفيو. الحمد لله تنلقاو هنا دابا بالنسبه للطمارات وداكشي كاين اجواء زوينه على حساب باقي هنايا البحر نقي وتيجيني حيت قريب للدار عندي داكشي علاش، وتنفضل نكون قريب من صحابي باش ندوز معهم وقت زوين وممتع. كل ما تتبعد من كازا وداكشي تتلقى شي حاجه نقيه وعائلات ماشي حيت تمنعوا بزاف البحور دابا من السيطاف، حتى واحد ما تقدر يمشي للبحر مانعين بزاف باش ما الناس يعوموا فيهم، وتجيني قريب باش ما نمشيش نبعد عاوتاني نمشي بلاصه اخرى. اختاريت شاطئ طماريس لانه قريب من مدينه الدار البيضاء، تفضل هاد الحراره اللي كتعرفها مدينه الدار البيضاء اتجهنا للشاطئ وكندوزوا فيه وقيتات زوينين، كنلعبوا كره نلعبوا راكيت مع الاصدقاء ديالنا، وهذا الشيء اللي كاين. كل ويكند كنختار شاطئ، كنختار شاطئ بوزنيقه مثلا، شاطئ عين دياب اللي قريب ديالنا هو المتنفس الوحيد اللي عندنا في الدار البيضاء، وطميريش حتى هو الوجهه ديالنا حتى هو كنختاروه في الويكاند، كنوع باش ما نقنطوش في الشواطئ، وراه عندنا بحور زوينين تبارك الله، راه محيط على قدو تبارك الله، وشكرا. هذا الشاطئ مزيان كنجيو ليه العام العام، كيعجبنا الرمله ديالو الناس زوينين والبحر زين نقي. ايه هادشي علاش كنجيو للبحر؟ زوين نهار مزيان، الجو سخون بزاف، بغينا نتبردو شوية، كيعجبنا الشاطئ ديال طماريس، شاطئ نقي وزوين فيه سكيورتي، فيه مطاعم مزيانة، كلشي مزيان الحمد لله. عجبني طماريس أنايا، واخا بعيد عليا شوية على الدار تيعجبني. خويا من طبيعة الحال الحرارة هي اللي هربتنا هنايا، وجينا نيت نقضيو هاد النهار زوين مع الدراري مع الوليدات ومع العائلة، ونتبحروا شوية ومرة أخرى نعاود نجيو إن شاء الله هاد لابلاج إلا كان عجبنا وعجب الوليدات نعاود نرجعو ليه إن شاء الله. وقريب لينا ميم طو قريب لينا لابلاج فين كنسكن، فين كاينه السكنه ديالي زعما، هادشي اللي كاين اخويا الزين. وحنا يلاه جينا نيت من السفر على حساب العيد، جينا من البلاد وعاود جينا ثاني هاد البحر، هادشي اللي كاين اخويا الزين. كندوزو خويا التبحيره عادي بخير، مو البحر هنا طماريس زوين، هادي انا اصلا من طماريس، اي واحد بغى يجي يشوف حرف طماريس مرحبا به، طماريس مقيم ما فيهاش فاره لا والو صافي، وحوانش هنا شوي قراب لي بلاج بريفي سكارابا اللعيبات كلشي نار، هذاك الشيء اللي كاين اخويا. وطبعا البحيره هنا طماريس زوينه ماشي شي ما فيها لا سارقه لا والو، ناس نظام والعائلات زوينين وبخير، ناس مبحره بخير باش همشي بخير الحمد لله. خويا حنا مبحرين في الصيف وخا زايدين علينا في هذا الشيء ديال الاسعار وكذا، حنا غادي الحمد لله، وكما داروا ولا غادي ندوروا معاهم فهمتي، احنا غادي الحمد لله كما قال شاطئ طماريس اخوك نرتاحوا فيه فهمتي، وجو زوينين وجو نقيين فهمتي، حضاره ماشي ديك اللعيبه ديال البلاصه الاخرى، وهذا هو اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.